حته احط شويه في الكيتشوب. او ماي جاد. السلام عليكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا مره ثانيه معكم شيف عدنان. بعد المده الطويله ان شاء الله رجعنا لكم بفيديو جديد ووصفه جديده. مبارك عليكم الشهر رمضان، عساكم العوده ان شاء الله. اليوم راح نعمل لكم وصفه اكيد كلكم تعرفونها، هي وصفه تبع الدجاج، اكيد كل صغير وكبير بيحبها، مثل كنتاكي، مثل تكساس تشيكن، مثل ماكدونالد، مثل هارديس. هلا نبدا الفيديو، نبدا الوصفه تبعنا. مثل ما تعودت معاكم قبل ما نبدا مع الدجاج، الدجاج تعرفون انه دجاج بيعطي زفره كثيره قبل ما نطبخوه. مع ذلك راح نعطيكم وصفه تبع الغسيل الدجاج. نحط العقدين تبع الخل الابيض، وراح نحط ماي بتشيل الزفرة نهائيا، ما تخلي فيه زفرة. هاي الطريقة ممكن 10 دقائق ل 15 دقائق تحطون هنا. راح ازيد شوي من الخل الابيض. كل الدجاج بيشتكون العالم في المطاعم في زفرة مش كويسة نهائيا. مع ذلك راح الفيديوهات اللي قبلينا كنت حطيتكم وصفة الغسيل الدجاج كيف زبطونا، وراح ارجع مره ثانيه مثل هيك. انا غسلت اوريدي، بس فرجيكم بس كيف طريقه العمل. بعد ما تخلصون من الخل والمي راح احطه في المناديل عشان ينشف من المي. نجيب بول، راح نرجع فخاد الدجاج تبعنا سكين، ما راح تشيله خليه عشان هو الاساس في هاي الوصفه. راح افرجيكم هلا طريقه توابل تبع دجاج مقرمش. اول شيء نحط فلفل اسود، زنجبيل، ممكن تستخدمون حتى العجينه. اول شيء راح نحط فلفل اسود، بعدين زنجبيل. انا ما عندي العجينه تبع الزنجبيل، ممكن تستخدمون حتى بودرة. أكيد شوية ملح على حسب الذوق. عجينة تبع الثوم، اللي يحب الثوم، اللي ما يحب مش مشكلة. شوية ماجي دجاج، شوية صويا صوص تعطي نكهة حلوة، بعدين كاتشوب. ملعقة كبيرة بكفي. هلا راح نخلط التوابل مع الدجاج. ريحة بتشهي. راح احطه على جنب من نص ساعة إلى ساعة، وراح اكفيله بالكلين فيلم. حطه على جنب. هلا نبلشوا الطريقة تبع ستيب الثانية. عندنا طحين، عندنا نشا، ثلاث ملاعق صغيرة نشا، فلفل حلو، بزيد شوية زعتر بيعطي نكهة حلوة في الدجاج، زعتر حسب، لو تحبون شوية حار بحط شوية حار، لو عندكم بودرة أحسن. راح أخلط التوابل مع بعض، شوية ملح، هلا راح نجيب بعد. أنا بعد ما خلص شوية استراحة تبع الدجاج تبعنا، أنا قبل عملته من قبل، هلا راح أحطه في الطحين والنشا التوابل اللي حطينا بهذه الطريقة. ركزوا معي شوي، هاي الخطة لازم تسووها. عندنا ماء هنا،
راح احط نايف في البول هاي الطريقة لازم تركزوا عليها بتحطوا في المي تشيله هاي الطريقة تشيله على طول تحطه هنا ثاني واحد مثل هاي الطريقة بيشرب المي مع الطحين بيصير أثقل شوي وراح نكمل كل الدجاج اللي عندنا في خطوة ثانية راح افرجيكم اياها اكيد كنت ما تعرفون الدجاج الكنتاكي بحبها صغير وكبير ليش لما ما تعملوا في البيت هاي الوصفة حلوة وسهلة هاي الخطوة راح خلصنا هلا الخطوة الثانية افتح على الزيت الزيت لازم تكون حارة كثير عشان ما يبرد معكم الدجاج اخر خطوة راح نرجع على الفلاور تبعنا الطحين مع التوابل هاي الطريقة وراح نحطه لازم تكون الزيت سخنة كثير اكيد ان شاء الله تحبوه وتقولوا لي رأيكم اكيد رمضان على الأبواب ينعاد عليكم إن شاء الله عساكم من عوادة بالصحة والسلامة إن شاء الله أكيد رجعنا لكم كل يوم إن شاء الله أو كل يومين بفيديو جديد ورح تستفيدوا معنا وشكرا على الرسائل تبعكم وصلتني كل شيء ظروف العمل وظروف الدنيا أكيد تعرفون نخليه يتحمر حتى يصير لونه ذهبي هاي وصفة جدا سهلة اللي بيحب الكي اف سي وهي الشغلات الفاست فود اكيد راح يحبها كثير تحطوه بوث سايدز على جهتين عشان يعطيكم اللون او الكريسبينس اوف اوف هلا صار بيصير لونه ذهبي هذه الطريقة هاي الطريقة اللي بدنا اياها هاي الكنتاكي اللي بدنا اياها الدجاج تبعنا خلص الحين راح نشيله من الزيت كيف ما تشوفون شكله ذهبي وصفة جدا سهلة وبسيطة اكيد اللي ما بيحبوش الزيت راح يشيلوا الزيت من المنديل وهذه وصفتنا اليوم اتمنى الله تعجبكم ان شاء الله هلا خلصنا الدجاج تبعنا راح نجرب معاكم حتى لو سخون راح اجرب معاكم حط شوي في الكيتشوب او ماي جاد متابعينا الكرام وصلنا لاخر فيديو في اليوم ان شاء الله نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها لاولادكم لاخواتكم ان شاء الله اكيد تعرفون هاي الوصفه بتحبونها كثير وراح ان شاء الله تشوفوني بعد يومين ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد مثل ما بتعرفون اللي مش مشترك في القناه يشترك يضغط زر الجرس علشان يوصل له كل جديد مثل ما بتعرفون راح بستخدم سناب شات وتيك توك وفيسبوك وانستغرام مرحبا بكم معي في السوشيال ميديا تبعي يعطيكم العافيه بشوفكم في فيديو جديد باي باي